أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة الخاصة من العاصمة المغربية الرباط، والتي نناقش فيها ردود الفعل هنا في المغرب بخصوص نتائج الانتخابات والخسارة المدوية لحزب العدالة والتنمية، والتي على إثرها أعلنت الأمانة العامة للحزب استقالة أعضائها. تطورات كثيرة وتوقعات وتبعات لهذه النتائج سنناقشها اليوم مع ضيفينا في الأستوديو، عضو مجلس مدينة الرباط ابتسام عزاوي، أهلا بك. مرحبا. ومرحبا بك الباحث السياسي محمد بودن في هذا في هذه النافذة. ابتسام، أبدأ من عندك. يعني المشهد السياسي في المغرب تغير إثر نتائج الانتخابات، كيف يمكن أن تصفي هذا المشهد اليوم، يعني بعد يومين تقريبا أو يوم ونصف من معرفة النتائج؟ يوم 8 سبتمبر توجه الناخبات والناخبون توجهوا إلى صناديق الاقتراع وقالوا كلمتهم. النتائج تعكس الإرادة الشعبية. حينما نقوم بقراءة سريعة جدا لنتائج الانتخابات وخصوصا المراتب الأولى، نرى انتصارا للتوجه الحداثي للمجتمع المغربي، ونرى كذلك أن الناخبات والناخبين يعني عبروا عن نوع من الإحباط تجاه الحزب الأغلبي والذي سير الحكومة لنحو عقد من الزمن بإعطائه نتيجة، يعني بسقوط مدوي للحزب الأغلبي وبدعم توجهات حزبية قدمت برامج براغماتية. اليوم المواطن المغربي يبحث عن مشاريع اجتماعية براغماتية وعن حلول للمشاكل الأساسية وللقضايا الأساسية التي تشغل بال المواطن المغربي فيما يتعلق بالصحة، بالشغل، بالتعليم. ويبحث اليوم يعني المواطنون عن الكفاءات القادرة على تنزيل المشاريع الكبرى للمغرب كالنموذج التنموي الجديد والحماية الاجتماعية التي ينتظر تعميمها على الشعب المغربي. وبالتالي هذه النتائج هي تعكس إرادة الشعب وتعكس طموحا نحو مستوى آخر من العمل أكثر براغماتية وإنتاجا للنتائج. ابتسام، يعني أسأل محمد بودن، هل المغاربة أثبتوا من خلال هذه الانتخابات وهذه النتائج أنهم أصبحوا مدركين أكثر لأهمية التصويت وأخذ القرار الصحيح فيما يخص من سيمثلهم في إدارة الشأن العام؟ فعلا هناك إدراك كبير سيدتي، إدراك كبير من الهيئة الناخبة لأهمية المشاركة والبناء من داخل العملية الديمقراطية، من داخل الاختيار الديمقراطي. المؤكد أن صناديق الاقتراع لم تحمل فقط أصوات الناخبين، بل كانت محملة برسائل سياسية واضحة وعميقة. وأتصور أن يعني المغاربة بطبيعة الحال فعلوا حقهم الشخصي وواجبهم الوطني وشاركوا بكل حرية وبكل يعني إقبال على صناديق الاقتراع من أجل إعطاء نفس جديد للحياة السياسية، من أجل بناء مشهد جديد سياسي، من أجل بناء خارطة سياسية جديدة. أعتقد بأنها ستخرج المغرب، ستكون مرحلة عبور للخروج من يمكن القول من مرحلة أو قوس، يمكن القول بأنها لم ترتكز على إنجازات كبيرة على المستويات يعني الاقتصادية والاجتماعية. الانتخابات ونتائجها يعني أصبحت حديث الكل في الشارع المغربي وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. سنستطلع الأجواء في الشارع المغربي وآخر التطورات مع مراسلنا في الرباط عبد الرحيم الفارسي. عبد الرحيم، تفضل. نعم فاتحة، فعلا هناك بكل موضوعية الشارع يقول إنه حقق شيئا مما كان يطمح إليه من خلال صناديق الاقتراع التي أوراقها أثبتت أنهم لم يكونوا راضين بالمطلق عن أداء الحكومة السابقة، خاصة الحزب الذي كان يقودها. إذا حزب العدالة والتنمية يعتبرونه شيئا من الماضي. هذه الكلمة تكررت أكثر من مرة في أحاديث الثنائية مع صحفيين، مع أساتذة جامعيين، مع أناس ألتقيهم في الشارع. الآن نظرتهم إلى المستقبل، ينتظرون ماذا ستفعل الأحزاب التي أصبحت كبيرة عدديا بوجودها هنا في مجلس النواب الذي سيفتتح في الجمعة الثانية من أكتوبر المقبل. ينظرون ماذا يقول حزب الاستقلال وقادته، ماذا سيقول حزب الأصالة والمعاصرة وقادته، هل سيقرران التحالف كلاهما أم أن أحدهما قد يتحالف
المتحالف في كل الأحوال. حزب التجمع الوطني للأحرار تمكن الآن من أن يضع رجلا واثقة وموطئ قدم واثقا في الحكومة المقبلة. إن اختار هذا الطرف أو ذاك أو أطرافا أخرى لتكمل الأغلبية التي يسعى إليها فسيكون في وضع مريح، سواء تحالف مع ما يسمى بقايا ما يسمى بالكتلة الديمقراطية وهي الاتحاد الاشتراكي والاستقلال، أو تحالف مع الأصالة والمعاصرة. المواطنون المغاربة الآن ينتظرون الإعلان النهائي والرسمي عن النتائج الختامية، ثم يتطلعون إلى ما سيصدر عن القصر الملكي من تكليف لأحد الشخصيات البارزة في حزب التجمع الوطني للأحرار. شكرا جزيلا عبد الرحيم الفارسي، مفادنا إلى العاصمة المغربية الرباط في هذه النقطة التي تحدث عنها عبد الرحيم. يعني الكل الآن يحاول أن يخمن ملامح التشكيلة الحكومية المقبلة. ابتسام، هناك توجه وحديث عن أن الأحرار والاستقلال والاتحاد الاشتراكي قد يشكلون يعني الأقرب إلى تشكيل الائتلاف الحكومي المقبل. هل من معطيات؟ هل من تخمينات في هذا المجال؟ هنالك مسارات دستورية يجب أن تحترم ويجب أن تأخذ مسارها. الدستور المغربي واضح بحيث أنه يعين جلالة الملك رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر الانتخابات وعلى أساس نتائجها. ننتظر يعني أن يكون هنالك الاستقبال الملكي، وأكيد ستكون هنالك مشاورات ومباحثات. الأساس نتمنى أن يتم تشكيل حكومة منسجمة تحقق الالتقائية اللازمة وقد على تنزيل المشاريع التي ينتظرها الشعب المغربي، وأن تكون في مستوى طموحات وانتظارات الشارع المغربي الذي نزل بكثافة يوم 8 شتنبر. 50% من الناخبات والناخبين توجهوا إلى صناديق الاقتراع وقالوا كلمتهم. وأتمنى أن نتجاوز ما عشناه مع الحكومة السابقة، بحيث أن كان هنالك عدم انسجام واضح جدا بين مكوناتها، مما أثر على نتائج الحكومة في عدد من المجالات وعدد من القطاعات. يتحدث عن حكومة منسجمة. سيد بودن، يعني ما هي الأحزاب الأقرب إلى تشكيل ائتلاف منسجم بعد هذه النتائج؟ أتصور أن كلمة طبعا بعد طبعا أن يسير المسار الدستوري طبعا في اتجاه تعيين رئيس الحكومة من قبل جلالة الملك طبقا للفصل 47 الفقرة الأولى، فأعتقد بأنه يعني هناك الكثير من الصياغ للتحالفات الحكومية. حزب التجمع الوطني الأحرار أكيد سيكون حزب قوي قائد للحكومة، وأكيد بأنه ينطلق من أرضية برنامج انتخابي طموح فيه خمس يعني التزامات و25 إجراء. أكيد سيتوافق مع شركائه المقبلون من أجل بناء برنامج حكومي يتجه به لنيل الثقة في البرلمان. لا شك بأن هناك الكثير من لنخوض الآن في التوقعات. هناك ما يتحدث عن أن الأصالة والمعاصرة غالبا ستتجه للمعارضة. هناك من يقول أنه قد يحصل اتفاق في يعني في آخر المشاورات، وبالتالي قد نرى حكومة مؤلفة من التجمع الوطني الأحرار والأصالة والمعاصرة، يعني أقرب. وفي الحقيقة هذا السيناريو، هذا السيناريو سيكون يعني هناك من يطرح هذا السيناريو الثلاثي، حزب الأحرار الاستقلال والأصالة والمعاصرة. هذا يوفر أغلبية جد مريحة، 269 مقعد. أعتقد بأن هذا يمكن هو منطقي، لأن الناخبين قرروا طبعا منح أصواتهم للأحزاب الثلاثة الرتبة الأولى، وبالتالي يرغبون في رؤيتها على مستوى التسيير من أجل طبعا مساءلتها فيما بعد. ولكن هناك طبعا حسابات أخرى مرتبطة بوفاء حزب الوفاء الذي يجمع حزب تجمع الوطن الأحرار مع الاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري، وبالتالي هذا يدفع في اتجاه يعني بناء حكومي يمكن القول بأنه منسجم على مستوى البرامج خاصة بين الأحرار والاستقلال، ومنسجم على المستوى السياسي بين الأحرار والاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي. هذا يمكن أن يعطينا أغلبية فيها 239 مقعد، هي أغلبية مريحة كذلك. لكن لا يجب أن نسقط من بالنا على أن هناك الحركة الشعبية. إذن التركيبة هل ستكون رباعية أم خماسية أم ثلاثية؟ هذه أسئلة تطرح بالتأكيد. طيب، تجربة هذه الانتخابات هي تجربة فريدة من نوعها، يعني حسب المحللين والمتابعين. ابتسام، يعني كل حزب أخذ دروس وعبر من هذه التجربة، وكل حزب ينوي أن يعني يوظف ما حصل في صالحه، وبالتالي يستعد للمرحلة المقبلة. حزب الاتحاد الاشتراكي كيف عاش هذه التجربة والرتبة الرابعة؟
يعني ما الذي سيأتي في القادم من الأيام بخصوص الحزب وتنظيمه؟ بالنسبة للحزب فقد حقق نتائج مهمة بزيادة حوالي 50% مقارنة مع نتائج سابقة وبتقدم نحو المرتبة الرابعة، وبالتالي هي نتائج جد مشرفة لحزب الاتحاد الاشتراكي والذي قدم كفاءات نوعية لهذه الاستحقاقات على مختلف المستويات، لا البرلمان ولا المحليات ولا الجهة إلى غير ذلك. وبالتالي اليوم الحزب مستعد منفتح للقيام بالمشاورات اللازمة. الأساس هو وضع المصلحة العليا للوطن وللمواطنين والمواطنين. أعتبر أنه لا يجب أن يكون البناء الحكومي مرتبطا فقط بالهاجس الرقمي وهاجس تحقيق الأغلبية العددية، وإنما أن يرتبط بالهاجس النوعي ببرنامج حكومي ذي جودة قادر على تحقيق الإنجازات المطلوبة اليوم، خصوصا في سياق وباء كورونا التي عمقت الأزمة في عدد من المجالات الاجتماعية والاقتصادية في ظل انتظارات قوية جدا. وبالتالي أعتبر أن هذا ما يجب أن يكون، خصوصا أنه في برنامجنا وفي عدد من البرامج هنالك مقترحات قوية جدا يجب أن تجد مسارها نحو البرنامج الحكومي ونحو تنفيذه. ابتسام، على المستوى الشخصي أنت كذلك خضت هذه التجربة، خضت غبار الانتخابات ونجحت في الظفر بثقة الناخبين، كيف كانت هذه التجربة؟ وهل يعني كانت صعبة هذه المرة، خصوصا نحن نتحدث عن دائرة في وسط العاصمة المغربية الرباط وكان التنافس شديد على المقاعد؟ تشرفت بقيادة لائحة محلية في العاصمة الرباط في أحد أهم مقاطعات المملكة بمنافسة لكل لوائح التي كانت معي في منافسة، كانت لوائح ذكورية 100% في قيادتها. كنت المنافسة المرأة الوحيدة والأصغر سنا، ونلت يعني عددا مهما من الأصوات. كانت يعني تجربة مهمة جدا تظهر يعني أن اليوم الناخب المغربي قادر على إعطاء ثقة للنساء، قادر على إعطاء ثقة للشابات الشباب على أساس الكفاءة والاستحقاق وعلى أساس البرامج. وبالتالي نحن كنا أعددنا يعني برنامجا محليا نال ثقة الساكنة. اليوم يعني هنالك نفسية داخل المجتمع المغربي تنتصر للكفاءة وتنتصر للطاقات، وهذا أمر مشجع جدا ويبعث على تفاؤل بالنسبة للمستقبل. طيب أستاذ محمد بودن، قبل الانتخابات كانت هناك خطابات تقول إنه سيتم إشراك النساء والشباب في هذه الانتخابات، في اللوائح، في الدوائر. ما الذي أسفرت عنه النتائج بهذا الخصوص؟ هل فعلا هناك نساء الآن؟ وفي الواقع يعني على المستوى الأرقام المتعلقة بالنساء والشباب على مستوى المؤسسات لم تظهر بعد الأرقام الرسمية، ولكن يتبين بأنه التجربة الحالية على مستوى مجلس النواب أعتقد بأن عدد مقاعد النساء تتجاوز 100 بدون شك، لأنه 90 مقعد مضمونة على مستوى اللوائح الجهوية، وأتصور أن هذا سيعد طفرة بالمقارنة مع سنة 2011 كانت فقط 67 سيدة برلمانية في مجلس النواب، وعلى مستوى في سنة 2016 كانت 81 سيدة برلمانية. الآن هذا سيكون تقدم مهم على مستوى الجماعات. بدون شك هناك ضمانات قانونية ضمنت للنساء وجودا في يعني تضمن للنساء وجودا في هياكل الجماعات في المكاتب وايضا على مستوى الرئاسه بدون شك، واتصور انه في الجهات كذلك. تجربه 2016 كانت هناك رئيستين لجهتي طنجه تطوان وقلميم ودنون، اعتقد بانه هناك افاق واعده لمشاركه المراه، لان المراه هي عنصر اساسي ومكون أساسي في النموذج التنموي المستقبلي وفي المجتمع، وبطبيعة الحال فاعل سياسي له الكثير من الموثوقية. فيما يتعلق بالشباب سيدتي، أعتقد بأن ترشيحات الأحزاب للشباب على المستوى البرلماني والجماعي والجهوي كانت طموحة ومشجعة، وأتصور على أن تصويت الشباب في هذه المرة في الانتخابات يعني عكس على أنه هناك تفضيلات لجيل جديد من النخب على المستوى الجماعات والجهات والبرلمان، وأيضا يعني لأول مرة 3 ملايين ناخب جديد صوتوا في الاستحقاقات، وظهر ظهر يعني على أنه فعلا هناك نفس جديد، هناك تفكير جديد، هناك عقلية جديدة، وهناك رغبة في المشاركة. طب هذا النفس وهذه العقلية والرغبة الجديدة في المشاركة، أنتم كمنتخبون ابتسام كيف، هل ستغيرون يعني طريقة العمل لتتلائم مع هذا المزاج العام الجديد الذي يتابع المنتخب ويحاسبه وينتظر هل سيحقق
كل ما وعد به أثناء الحملة الانتخابية. طبعا هذا المناخ الإيجابي الذي لاحظناه، يعني هذه التغييرات على مستوى تركيبة الناخبين وعلى مستوى يعني أن وجود حوالي 2 إلى 3 ملايين ناخب جديد، تطرح تحديات جديدة على أحزابنا من أجل تجديد وتحديث طرق عملنا بانفتاح أكبر على المواطنات والمواطنين، بتواصل أكبر، بأن يكون هناك حرص أكبر على تفعيل ما قيل في خلال صحيح صحيح، وأن اليوم وخصوصا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأن المعلومة متاحة اليوم، الناخبة والناخبون يراقبون منتخبيهم ويحرصون يعني على متابعتهم ومعرفة هل كانوا في مستوى الانتظارات وهل حققوا النتائج التي وعدوا بها، وبالتالي من مسؤوليتنا أن نترافع، أن نشتغل من أجل تحقيق ما سطرناه داخل برامجنا سواء البرامج الانتخابية المحلية أو الوطنية على أساس تحقيق يعني أفضل النتائج وأن نكون في مستوى الانتظارات. هل ستكون المهمة سلسة إذا ما اعتبرنا أن الأحزاب الأربع الأولى هي أحزاب متقاربة في التوجهات وفي البرامج، يعني داخل كل مؤسسة منتخبة إن كان الجهات أو الجماعات أو حتى مجلس النواب، هل ستكون المهمة هذه المرة أكثر سلاسة أكثر انسجام؟ طبعا إن كانت هنالك تركيبات للأغلبية يعني تحقق هذه الانسجامية ستكون يعني المهمة سهلة وستسهل المأمورية بالنسبة للمنتخبات والمنتخبين للقيام بأدوارهم كاملة، لأن ما لوحظ في عدد من التجارب في التسيير المحلي أن التراشقات الداخلية والصراعات الداخلية كانت تعطل عددا من المسارات وكانت تعطل عدد من مصالح المواطنات والمواطنين. طبعا تحقيق الانسجامية هو الرهان الحقيقي الذي يجب الاشتغال عليه من أجل يعني الوصول إلى النتائج المتوخاة. طيب أستاذ محمد بودن، عندما يصوت الناس على شابة مثل ابتسام وشباب يعني في بداية خبرتهم السياسية، هل هو دليل على أنهم يريدون تجديد الوجوه، يريدون نفس جديد، يعني حتى فئات عمرية قريبة خصوصا للشباب من تتفهم احتياجاتهم وتطلعاتهم؟ بالتأكيد أن خطاب بطبيعة الحال الشباب، وأعتقد بأن السيدة ابتسام تمثل في الحقيقة النساء والشباب، وبالتالي خطاب من جيل جديد، خطاب بمحتوى جديد، خطاب يتفهم المستجدات يتموقع فيها على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي. أكيد بأن يعني هناك الكثير من المرشحين من بالمنطق القديم لم يعطوا أهمية كبيرة لشبكات التواصل الاجتماعي التي كانت حاسمة في عدد من الدوائر، بحيث أن من قدم خطابا ومحتوى يعني جادا ويعني بناء أكيد بأنه وجد طريقه لعقول وقلوب الهيئة الناخبة. أتصور بأنه يعني الآن هناك رغبة في بناء خطاب سياسي جديد، في بناء خطاب سياسي لا ينبني على الصراع والمناكفات والاستغراق في الإيديولوجيا، بل خطاب الفعل، خطاب العمل، خطاب الإنجاز، خطاب يعني المعادلة الصحيحة، خطاب يمكن أن يركز بالأساس على معالجة الخصاص، مظاهر الخصاص في عدة مجالات، خطاب ينتقل مباشرة إلى تحديد الأولويات في مجال الصحة، في التعليم، في الشغل. الآن الأولوية بعد جائحة كوفيد-19 تحولت إلى موضوع الشغل، موضوع الشغل الحيوي. إذن كيف يمكن أن تجيب عن سؤال التخفيض من نسبة البطالة بالنسبة للشاب؟ الشاب إن قدمت له وعودا انتخابية معقولة ومرقمة في هذا الإطار فيما يتعلق بالشغل، أكيد إنه سيهتم كثيرا. وأعتقد بأن هذا ما يعني سيمثل النقطة الأساسية أو الأرضية الصلبة لبناء الثقة. بناء الثقة لا يتم يعني بين عشية وضحاها، بناء الثقة مع جيل جديد يتم بناء على الإنجاز، بناء على ربط المسؤولية بالمحاسبة وربط الأقوال بالأفعال. أما يعني الخطاب، الأكثر من الخطاب والتبرير، أعتقد بأنه لم يعد يقنع الشباب. هناك صلاحيات لكل مؤسسة، أعتقد بأن الجيل الجديد من النخب، من الشباب، من الهيئة الناخبة يطلب فقط تنفيذ نسبة هامة من الصلاحيات ومن الوعود الانتخابية. الحديث عن النتائج لا يمكن أن يمر دون أن نتحدث عن الخسارة المدوية لحزب كان يقود الحكومة لولايتين متتاليتين. ابتسام، يعني أنتم أقرب، أنتم حزب منافس ومنتخبة وكنتم تنتظرون النتائج على أحر من الجمر.
الرتبة الثامنة لحزب العدالة والتنمية، هل أنتم كذلك أحسستم بنوع من الصدمة من هذه النتيجة أو أنكم كنتم تتوقعونها؟ صراحة كان من المتوقع أن يعني أن يكون هنالك يعني تراجع للحزب الأغلبي، لكن لم نتوقع، شخصيا لم أتوقع أن يكون هذا التراجع إلى هذه الرتبة، لكن هذا يعكس يعني مستوى ثقة الناخبات والناخبين في الحزب الذي دبر الأغلبية لعشر سنوات، يعكس إحباطا ويعكس يعني عدم رضا عن نتائجه، وإلا لكان بوأه يعني مراتب متقدمة أكثر. اليوم يلاحظ يعني أن الناخب المغربي وضع الثقة في الأحزاب التي قدمت برامج فيها إجراءات مرقمة. اليوم الناخبات والناخبون يريدون يطمحون إلى البراغماتية، يريدون التعامل مع جيل جديد من النخب أكثر براغماتية، لا يقدم وعودا ونوايا ويعني يقدم خطابا يعني إيديولوجيا عاطفيا. اليوم هنالك انتظارات، هنالك واقعية ونريد اليوم الكفاءات ومن سوف يقدم إجراءات ويحاسب عليها، لأنه تم تقديم برامج انتخابية فيها إجراءات مرقمة، وبالتالي أتوقع أن تكون كذلك المحاسبة في الاستحقاقات المقبلة على أساس هذه يعني طيب. أستاذ محمد بودن، يعني خسارة مدوية لحزب العدالة والتنمية، تلتها ارتدادات داخل الحزب. الأمين العام السابق أعلن أنه يعني تقريبا يحمل المسؤولية للأمين الحالي والذي استقال بدوره. الأمانة العامة الآن استقالت، هناك مؤتمر سيعقد، كيف يدبر حزب العدالة والتنمية مرحلة ما بعد الخسارة؟ أعتقد بأنه حزب العدالة والتنمية وكأنه يعود إلى سنة 1997 لما حصل على 9 مقاعد وبتغطية الدوائر قليل، يعني علما أنه غطى الدوائر 100% نعم في هذه الانتخابات. في الانتخابات التشريعية غطى 100% على مستوى الدوائر المحلية و100% على مستوى الدوائر الجهوية، يظهر بأن كل هذه المكتسبات التي حققها الحزب في 2011 تبخرت في 2021، يعني 10 سنوات كانت كافية لإنهيار رأس مال حزب، أعتقد رأس مال سياسي، رأس مال في الشعبية، رأس مال انتخابي، وأتصور بأن هذا له أسباب، وفعلا الارتدادات بدأت تظهر. أسباب ونتائج وتبعات. أكيد أكيد الارتدادات بدأت تظهر، حزب فقط اشتغل بقيادات صف أول، لم يبني جيل آخر، حزب فقط ينطلق من يعني الجمع بين خطاب المعارضة وخطاب الأغلبية، حزب يعني يحاول أن يجمع بين التناقضات، وبالتالي كل هذا خلق لدى الناخب قناعة بأنه يجب أن يقوم بالصوت تصويت عقابي، فكان فعلا تصويت العقابي، لأن كما ذكرت الصناديق لم تحمل فقط أصوات الناخبين بل كانت محملة بالرسائل السياسية العميقة. تصور بأن يعني الحزب يجب أن يدخل في مرحلة تدبير أزمة الآن. الحزب دخل فعلا مرحلة تدبير أزمة، لأنه أن تفقد 112 مقعد على مستوى التشريعيات، أكثر من 4000 مقعد على مستوى الانتخابات الجماعية، أكثر من 150 مقعد على مستوى الانتخابات الجهوية، هذه نكسة حقيقية. أكيد بأن المسألة يعني تتعلق ب الديمقراطية بالاختيار الديمقراطي هو الصندوق، لأن حزب العدالة والتنمية لما كان ينتقده البعض ويقول له لم تنجز الكثير، المغاربة ينتظرون الكثير، كان يقول الصندوق هو الفيصل. الآن الصندوق قال كلمته، حتى أن القاسم الانتخابي سيدتي الذي كان ينتقده حزب العدالة والتنمية خدم حزب العدالة والتنمية، بحيث أن حزب العدالة والتنمية 13 مقعد فاز فقط 8 مقاعد على مستوى الدوائر الجهوية، 5 مقاعد على مستوى الدوائر المحلية. شكرا جزيلا أستاذ محمد بودن، شكرا ابتسام عزاوي على هذا اللقاء. أعود إلى استوديوهاتنا الآن في أبوظبي، استوديوهاتنا المركزية.